السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناه وصفانات. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقه تحضير تحليه رائعه ومنعشه للفطور او للسحور، تحليه بحجم عائلي. مكوناتها مكونات سهله وبسيطه، وطريقه تحضيرها طريقه سهله جدا، والاهم انها سريعه، وكنحضروها في واحد الوقت اللي هو وجيز جدا. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها. نخليكم مع مراحل التحضير، وكنتمنى تتابعوا معي الفيديو للاخر. اذا على بركه الله، بالنسبه للمكونات كما شفتوا معايا، فغادي نحتاجوا الخليطين، خليط ديال البرتقال وخليط ديال الحليب. هنايا غادي نحتاجوا نصف لتر من عصير البرتقال. الا حبيتوا تعملوا نفس الكميه اللي عملت انا هنا غتعملوا نصف لتر، والا حبيتوا تعملوا تحليه اللي تكون صغيره فغتعملوا النصف ديال هاد المقادير اللي هما ربع لتر وربع لتر. انا هنا غادي نستعمل نصف لتر من عصير البرتقال ونصف لتر من الحليب، وكل واحد فيهم غادي نحتاج ليه كيس واحد من السكر بنكهه الفانيلا للوزن ديالو 7 غرامات ونصف، يعني كل واحد. وكل واحد غادي نحتاج ليه بالنسبه للبرتقال، فكما كتعرفوا البرتقال كيكون المذاق ديالو حلو. نتوما غادي يعني غادي تذوقوه، الا كان المذاق ديالو مر او لا المذاق ديالو حامض فغادي نضيفوا ليه 3 معالق ديال السكر. اما الا كان المذاق ديالو حلو فغادي تضيفوا ليه ملعقه او ملعقتان. انا هاد البرتقال اللي استعملت فالحلاوه ديالو متوسطه، لذلك غادي نستعمل ملعقتين كبار من السكر. وبالنسبه للحليب فغادي نعمل معاه 3 ملاعق كبيره من السكر. وهنايا عندنا لا كريم باتيسيير او الكاسترد اللي ممكن تعوضوها بالنشا، لكن الطعم ديال لا كريم باتيسيير او الكاسترد كيبقى افضل. غادي نحتاجو هنايا 3 ملاعق لكل الخليط، يعني 3 ملاعق كبيره للحليب و 3 ملاعق كبيره لعصير البرتقال. ملاعق ناخذو، كنتكلم لكم على ملعقه بهذا الحجم. اذا كما شفتوا معايا هذو هما المكونات. غادي ندوز الان على بركه الله باش غادي نحضر. اذا هنايا غادي نخليو هاد الخليط جانبا، وغادي نجيب جوج ديال لي كاسرول اولا هذه كامله، يعني اي اناء اللي كيكون متوفر عندكم. غادي نوضع هنايا السكر اللي غادي نعمل مع البرتقال، وغادي نوضع هنايا السكر اللي غادي نعمل مع الحليب، ومن بعد غنضيف كذلك السكر بنكهه الفانيلا لكل خليط. بالنسبه للفانيلا فممكن تضاعفوها، مثلا تعملوا كيسين هنايا وكيسين هنايا الا حبيتوا ان الطعم ديالها يكون باين واضح مزيان. غادي نضيفوا كذلك كيس اخر. غادي نجيو هنا الكاسترد او لا كريم باتيسيير، وغادي نعملوا 3 ملاعق كما قلت لكم، كيكونوا بهذا الشكل. ها هما، تكون ممتلئه جيدا باش تجينا الكريمه متماسكه وتماسك لينا وما تبقاش جاريه. اذا نضيف 3، وهنايا كذلك غادي نعمل نفس الشيء. اذا كما شفتوا معايا فتقادات ليا العلبه الاولى، هنايا جبت علبه اخرى. اذا غادي نوضع ملعقه ثانيه والملعقه الثالثه. غادي نحركوا الان هاد السكر مع لا كريم باتيسيير او لا كاسترد او لا النشا، باش هكا كيتحرك لينا وينسجم لينا مع الدقيق بكل سهوله، باش هكا كينسجم لينا مع الحليب بكل سهوله. نفس الشيء غادي نعمل نفس الاخر. اذا هنايا غادي نجيو غنوضعوا الحليب. اذا هنا غنجيو نوضعوا عصير برتقال، غادي نصفيوه، يعني يستحسن انكم تصفيو باش كيتحيدوا لينا هاد الشوائب اللي كتشوفوهم معايا هما، وكيبقى لينا العصير صافي. اذا هكا، وغادي نجيبو الحليب غادي نوضعوه على النصف الاخر. بسم الله. وهنايا غادي نحرك هاد الحليب وكذلك هاد البرتقال مع النشا
ففي الاول غادي يلتصق لكم شويه بالاسفل، غير هكا استمروا في التحريك باش كينسجم لكم ويتوزع لكم في كل خليط، لان كما كتعرفوا النشا ملي كيقيسوا الماء كيلتصق جيدا اكثر من الدقيق الابيض. نحركوا العناصر جيدا مع بعضها. هنايا جانبا غادي نمشي وغادي نعمل هنا نار، يعني يستحسن لو انكم تعملوا نفس الدرجة ديال الحرارة هكا. وغادي نجيبو لبركة الله خليط ديالنا ديال الحليب والخليط ديال البرتقال هكا، إذن على هذا الشكل. وغادي نستمروا في التحريك بدون توقف ضروري باش ما كيلتصقش لكم الخليط بالاسفل ديال الاناء، وغادي نبقاو نحركوا في نفس الوقت وبنفس الدرجه ديال الحراره اللي غادي نعملوا باش يوجدوا لنا بدفعه واحده، لاننا غادي نحتاجوهم يكونوا واجدين دفعه واحده. هكا غادي نخلطوا حتى غادي تكون عندنا كريمه متماسكه. إذن غادي نزيد الحرارة ديال هذا شوية. إذن هنا جانبا غادي نمرو نوجدو الإناء اللي غادي نعملو فيه هاد التحلية ديالنا. غادي تعملو أي إناء متوفر عندكم كما كان، الشرط الوحيد أنه يكون هكا على شكل زلافة اللي كتكون كبيرة. إذن ها هو الخليط بعد ما كيوجد كيولي بهذا الشكل، كيولي خليط ثقيل بهذا الشكل. نفس الشيء بالنسبه للبرتقال، ها هو يعني كنرجعوا عندنا دفعه واحده. اذا هنا على بركه الله كنرجعوا الاناء اللي وجدنا، غادي نشلوه بالماء هكا باش كنتفاداو يلتصق لينا الخليط من بعد. كنشلوه هكا وكنجيبو بسم الله، غادي نزولو هادو كنجيبو كنبداو نوضعو الخليط هنايا، كنحاولو نوضعوه بسرعة باش ما يغلبش علينا. إذا غادي نعمل جوج ديال المعالق، غادي نجيب ملعقة أخرى بسم الله، وغادي نعمل جوج في الوسط بهذا الشكل. كنحاولو نوزعو شوية هكا، غادي نعمل كذلك جوج. بالنسبة للكمية الأخيرة فغادي نوضعها غير هكا في الأعلى. إذن هنايا الكمية الأخيرة كما شتو اللي تبقات لي، وضعت طبقة من ديال عصير البرتقال، وضعت طبقة ديال الحليب. الآن غنجيبو بلاستيك غذائي ونغطيوها بلاستيك غذائي باش ما تكونش لينا هنايا قشرة أولا ديك القشرة في السطح، راه كتعرفو كيفاش كتكون. والبلاستيك يلامس السطح ديال هذه التحلية هكا باش ما ديرش القشرة. إذن على هذا الشكل، وغادي نخليها إلا كان عندكم الوقت خليوها تبرد في الثلاجة، غادي تخليوها 3 ساعات وغادي تكون باردة تماما. إلا ما عندكمش الوقت بحالي فغادي نوضعها في المجمد، غادي نخليها واحد نصف ساعة أو لا أكثر. مهم فاش غادي نعرفوها بردات كنلقاوها انها ولات متماسكه، وملي كنقيسوا هذا من الاسفل كنلاحظوا بان ما بقاش ساخن. اذا غادي نوضعها في مجمد باش تبرد ليا بسرعه
تقريبا واحد نصف ساعه او 40 دقيقه وغادي نجبدها وغتشوفوا معايا النتيجه النهائيه. اذا هنايا بعد مرور تقريبا ساعه الا ربع فكنوضعوا اليد ديالنا هنايا كنلاحظوا بانها ولات بارده تماما هنا باش غتعرفوا انها بارده. الان غادي نقلبها على بركه الله. بسم الله نحاول. اذا ها هي تقلبات. اذا هنايا عملت واحد الفريزه او لا فراوله اللي شكلتها هكا على شكل ورده وضعتها هنايا. اذا متابعينا هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا. نتمنى من كل قلبي تنال اعجابكم. جربوها خليوا لي رايكم في التعليقات. نخليكم تلقاو في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم.